أنا يا جماعة مو عارفان شو أعمل. حبيت حققي نصر لا تروحي اليوم على المحكمة. المساء أنا بشوفك وبشرح لك السبب. مرحبا سمرة. مرحبا. وأخيرا التقينا. أكيد سمعتي باسمي كتير. أنا فرحت. أنت عملت كل هالشي؟ شو عم تساوي؟ خلينا نخلي اللقاء اليوم. بعد عني. من هلا ورايح ما في غير الموت بيفرقنا عن بعض. لا مو هيك، هي الشغلة أولا وأخيرا رح تنتهي، فليش لتطول؟ بلكي هي متأملة إنكم ترجعوا تتصالحوا. يعني لحتى تتأمل بهالشي لازم يكونوا فيوزات مخها طاقين على الخالص. خلصونا بقى، ما في غير هالسيرة يعني؟ جينا لهون لحتى ننسي مهند يلي صار معه، بس يبدو انه عم نخليه يعصب أكتر. قلتلك أنا اللي رح أربح. شوفي مينها؟ مهند شوفي شو صار لك. شو رأيك بهالصورة؟ شو صاير مهند؟ انا رح احسب الله معك. شو الموضوع هالمره؟ رح فرجي لهالكلب شي ما شافه بحياته. انا بورجي مهند مين هذا؟ خبرني قلي. والله لفرجي نجوم الظهر. طيب في شي؟ لا ما في شي. ما في شي والله العظيم. لموت مهند. شو اللي صاير؟ شو القصه؟ لك والله لا اشرب من دم هالمره، ما رح يخلص مني. طب فهمنا شو القصه بالاول مهند. طيب مين هذا الزلمه؟ هذا اوطى شخص بالعالم، ابن الكلب فرحات. شو؟ هالتافه طالع من السجن، طالع من وكره الحيوان. لك إذا ما بقت لك أنا ما بيكون اسمي مهند. رد يا واطي رد. وقف. مهند 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 وقف عم على مهلك شوي يا زلمة. مهند اتركوني. لك يا مهند استنى شوي. لك شو عم بيصير؟ بس فهمني. قلولي يا جماعة، قلولي هدول اثنين الموت مو قليل فيهم. لك العمى بقلبه شو حطيه؟ ورجيني يعني مو معقول اللي عم يصير. مو معقول. هي سمرة اللي معه. ولك هدول شو جمعهم ببعض؟ هلأ صار واضح ليش ما اجت اليوم، وواضح مين اللي عم بيكبر براسها. اهدى مهند اهدى. قسما بالله راح اقتلهم اثنين. فلقوا ببعضهم شو بدك فيهم؟ لك يوم ما بيجوز يسكتلهم. كيف ما بيجوز؟
طيب هاد امتى طلع من السجن وامتى التقوا مع بعض؟ خلص زيناب اوف مهند دقيقة بس اهدى شوي. كيف بدك يعني اهدى يا؟ طلعوا هذا الحقير شو عمل؟ هذا الواطي ما بيعرف انها مرتي؟ بتكوني هي راحت لعنده لحتى يسلوني بموضوع الطلاق. والله انا اشرب من دمهم. ماشي مهند بس اهدى شوي. كيف بدكم اهدى كيف؟ هذا هو نفس البار اللي رحنا عليه من كم يوم؟ لك زينب هاتي لشو؟ لحظة شوي مهند هاتي ورجيني. مهند وقف شوي خلينا نفكر بهدوء شو ممكن نساوي من دون ما نفقد اعصابنا او نتوتر. علي اعطيني المفتاح. بلشنا مهند لحظة. علي هات المفتاح. بلا قلت عقل شو بدك تعمل؟ انا بعرف شغلي. استنى انا رايح معك. طلع بالسيارة مهند خلينا نحكي شوي. خلص اسكتي بقى.